هلا والله شباب، شو اخباركم؟ شلونكم؟ اليوم رجعنا معاكم في تيكن ماسترز اكاديمي، بنعلمكم عن شخصيه فوجن. الشخصيه صراحه يعني في اخر الايام كان كلام عليها ان هي تعتبر من اقوى الشخصيات في اللعبه، لان يعني عندها موفمنت مو طبيعي، يعني تحركاته واجد سريعه. بس ما كانت ناس تتكلم عنها في البدايه لان كانت كومبواته صعبه، يعني ما تشوف واجد ناس يسوون الكومبو ماله، لان يبلي اكزكيوشن يعني انه مهاره. ف من شي الناس ما تكلمت عنه، بس لما الناس ضبطت اسلوب لعبه وكل شيء بتشوف ناس كلها تاخذه، لان يعني احنا ما قلت لكم موفمنت وكومبوات عجيبه. هاويكم جم كومبو، هالكومبو جدا صعب تسويه لان يبلي تايمينج تدرب عليه. عنده حركات تصيد من بعيد نفس الورا مثلث مرتها، تقدر تتحكم فيها، تقدر تخليها صوبك، تقدر تخليها بعيدة. عنده السلايد هذا اللي يروح تحت البروجكتايلز، يعني مثلا اذا ضدك سوى بروجكتايل. انا بس بخلي الفاريشن الثاني مع الفوجن، انا هاي البروجكتايل مالته مد. رويكم شلون بالسلايد ممكن يروح تحت البروجكتايل ويعاقبك عقاب كامل. يعني شوف اذا واحد مثلا سوى لك الحركة، شوف شلون تروح تحتها، تقدر تبنش عادي كومبو كامل. من جد اللعب يعتبر خطير، يعني انه يقدر يلعب معك سبيسنج من بعيد، من هنا يقدر يضربك، وما تقدر تلعب مع زوني، ويقدر يدش عليك بالحركة ويكمل كومبو كامل. يعني شلون واجد قوية الحركة، تشفط الواحد. فإذا دربتوا على كومبواته يعني وضبطونها، متأكد انه بتسوون شغل. واهم شيء الموفمنت، الناس ما تشوفون بالطريقة، لازم تتحركون تضبطون الكومبوات في الزاوية في كل مكان، بتصيرون وحش في اللعب. اي تير اخليه هذا الشخصية؟ اعتقد اللعب استير. قبل كنت اقول عنه انه لاعب هاي تير، يعني مو توب تير، بس يعني بعد ما تعمقنا في الشخصيه وشفنا شلون الناس ممكن تطلع البوتنشل ماله، 100% الشخصيه تنحط توب تير. والاسباب نفس ما قلت لكم، عنده حلول حق زونينج، والسبيسنج ماله قوي، والموفمنت، وكل شيء في اللاعب اوكي. يعني بس يمكن عيب اللاعب انه تحتاج انه اشوف مثلا لما اسوي كومبو الحين، شوف كم بار ضيعت بار هجومي وبار دفاعي. من كذي يعني انه يمكن هاي عيب كبير، يعني لان اذا سوى بريكر اللاعب ما بيقدر يكمل كومبوات، بس بيقدر يسوي هذا الكومبو اذا ما عنده يعني بارات دفاعيه، فتحتاج بار عشان تنزل في الكومبو. هذا نزلته، يقدر يكمل كومبو من اي شيء. وان شاء الله استفدتم من الحلقه وتاخذون فوجن من بعد الفيديو، لان انصحكم فيه يعني تدربون فيه. ويلا نشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه.